لدي طفلة عمرها سنة ونصف معاقة منذ الولادة وأعتقد أنها عين، كيف الطريقة الصحيحة للرقية وعلاجها من العين؟ والله يعني أنا ما أعرف بالنسبة للعين، يعني ما أحسن هذه الأمور، لكن ممكن تسألون المتخصصين في هذه الأمور، يعني الشيخ جاسم العيناتي، الشيخ بدر الفلشاوي، يعني ممكن يفيدونكم في هذا الأمر. لكن لا شك القرآن والدعاء وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأدوية هنا.